المزيد من التحليل ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت دكتور مكرم رباح الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم دكتور مكرم. حين يتحدث قائد سلاح الجو الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقول أنه إسرائيل وسلاح الجو مستعد لسيناريو اندلاع حرب مع حزب الله، ونتنياهو في واشنطن يريد ضوءا أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية لشن هجوم على لبنان، ما الذي يمكن أن نفهمه ونقرأه في سياق هذه التصريحات التي تخرج من الجانب الإسرائيلي؟ أولا ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة الذي يلجأ بها الطرف الإسرائيلي إلى التهديد، لا سيما في محاولة استعمال فكرة بأن الأمريكي سيكون إلى جانب أي عمل عسكري في لبنان. ولكن كما يقال أن الشيطان هو في التفاصيل، لا شك بأن إن قام الطرف الإسرائيلي بالمغامرة بنوع من غزو شامل إلى لبنان سينضم المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في دعمهم إن كان سياسيا أو حتى عبر إمدادهم بالأسلحة. ولكن في هذه المرحلة بالذات لا أعتقد بأن نتنياهو أو حتى الجيش الإسرائيلي الذي يتغنى بأنه يستطيع تدمير حزب الله أو يزعم بأنه يستطيع تدمير حزب الله قادر على فتح هذه الجبهة، كل ما هو يستمر بالجبهة الداخلية سمية مما يحدث في غزة ورفح، وليس هناك من إمكانية لمواجهة حزب الله بشكل مباشر، كون أي مواجهة مباشرة مع حزب الله ستؤدي إلى فتح جميع الجبهات. ولكن ما قام به نتنياهو في الكونغرس هو تصويب الهدف إلى إيران بشكل مباشر بقولها بأن الخطر الحقيقي ليس فقط أزرع إيران إن كان الحوثي أو حزب الله، بل وجود إيران بالتحديد، وهذا هو بيت القصيد. طيب دكتور، هو في الواقع مسألة كما تشير حضرتك دكتور مكرم أنه إن قامت إسرائيل بغزو شامل، هذه مسألة طبعا عليها كلام كثير وربما لا تلقى التأييد المطلوب إقليميا ودوليا، لكن إسرائيل يوميا تقريبا يعني تخترق الأجواء اللبنانية سواء في الجنوب اللبناني، وصلت إلى بيروت بالمناسبة، فإلى أي شيء تمهد إسرائيل من خلال هذه العمليات؟ هل هو يأتي فقط برأيك في إطار مسألة الردع المستمر برسائل تحذير إلى حزب الله، أم أن الأمور ربما تتعدى يعني هذا الخط؟ سيدي عزيز، أعتقد بأن قد تجاوزنا فقط التهديد أو محاولة الردع. ما يقوم به الطرف الإسرائيلي وبشكل ممنهج هو العمليات الجراحية ضد كوادر أساسية في الآلية العسكرية والأمنية لحزب الله. أما ما أعتقد ما يقوم به في الخطوة القادمة في حال تم التصعيد هو استهداف الكوادر السياسية، وليس من الصدفة بأن هناك ترويج في الصحافة الإسرائيلية عن إمكانية اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصرالله. لا أعتقد بأن في هذه المرحلة بالذات كون الإسرائيلي إلى حد معين ينجح بالضربات الجراحية لحزب الله هو بحاجة إلى غزو يشبه الغزو الإسرائيلي سنة 82 أو حتى العملية العسكرية في صيف 2006. ما يقوم به الآن نتنياهو هو محاولة للقول بأن أنا لست الوحيد الذي أقاتل إيران، بل لدي حلفاء. أما ما يحصل في لبنان من محاولات لقول حزب الله أو ادعاء حزب الله بأن انتهاء العمليات العسكرية في فلسطين ستؤدي إلى انتهاء الحرب في جنوب اللبناني هو مجرد خداع أعتقد من طرف حزب الله، كون الكل يعرف بأن 7 أكتوبر قد تجاوزنا هذه الفكرة. ليس هناك من إمكانية للربط بالطريقة الإيجابية بين الجبهة اللبنانية والجبهة الفلسطينية، والطرف الإسرائيلي يقول بشكل واضح بأن هناك تحدي أمني وعسكري في جنوب اللبناني وفي لبنان، وعلينا أن نواجه حزب الله إن كان ليس اليوم لربما في المستقبل القريب. من بيروت دكتور مكرم رباح الأكاديمي والباحث السياسي، أشكرك شكرا جزيلا.